السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. اليوم عندنا لعبة باتل جراوند سيرفايفل باتل رويال، طبعا لعبة جديدة نزلت نسخة مصغرة. طبعا اكو لعبات هواي باتل جراوند خاصة العاب صينية، حاليا اكو 4 لعبات صينية تتغلب بالجرافيك واللعب والكاملة، يعني العاب كاملة تتغلب على باتل جراوند، بول سترايك باتل جراوند تتغلب عليهم هاي الالعاب الصينية الاربعة. هاي اللعبة حنقول الخامسة او السادسة، طبعا نزلت قبل اسبوع، هم يعني هواي قالوا نزل عليها، حنقول له بلاي نسخة مصغرة عن لعبة باتل جراوند. لعبة عادية في طيب بس حلوة اونلاين، طبعا لاعبين هواي بيهمين هذول. هلا وين كانوا؟ كلهم كانوا وراي. فهسه راح يشمرك هو بسيرفر راح يقمز من السما همين هواي، بس يمكن المظلة ما تبين، ما اعرف ليش، لان هي لعبة في طيب شوية بس حلوة. هسه يعني احنا شيتنا بالمظلة. باتل جراوند الحقيقية اللي نزلتها سابقا، ايش وقت يسوها مظلة يقمز من يعني من الطائرة؟ ما ادري من السماء شو وقت يقمز من الطائرة، ما ادري. فها هي ارض المعركة هنا، باتل جراوند التحدي. فهم راح تجمع اسلحة وراح تقتل اعداء لحد ما تكون اخر واحد. جيد، صار مدنج اركض جنب. عندك النشان، عندك طلقات، فبسرعة حاليا بدأ القتال، لازم ألقي سلاح وقاتلهم. باتل جراوند للأجهزة الضعيفة والصغيرة، وتشتغل على القوي عادي، يعني لعبة خفيفة للأجهزة القوية. أيوة، لا 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 لا، ليش ليش؟ شيله شيله، موت كيد، كيل كيل يو كيل. لك شنو هاي؟ شنو هاي؟ صار هاي صار؟ بس ايش كنت غبي هذا مطفي على بالك فاست؟ اول ما طبيت اللقطه ذكرتني بلعبه فاست. طبعا تقدر تدوس عليه تاخذ غراضه، الاي كي الثانيه والشوتجان. حلو، ترى اللعبه رهيبه مثل ما تشوفون، يعني صح شويه بقى نيشان بيها مين لك راحت الاي كي. حاليا هذا اول واحد قتلته، فتلقون رابط الاي بي كي بالوصف. طبعا هاي اي بي كي حجمها صغير، فبيها طبعا بيها يعني الشات جان، بيها قناصة يعني الشات جان ده يعبي. يلا يلا يلا، تعبية اعادة تعبية، والرشاشة تقدر تدنج على كيفك، وما بيها الطاقة الدرع الطاقة هذا اللي ينتهي، لا تقدر تفتر براحتك. يعني اول ما لعبت اول جيم ما شفت بها طاقة، ما بيها حق الطاقة يسد عليك بعدين الدنيا. واللعبة بسيطة حلوة، يعني اللي ما يقدر يلعب باتل جراوند ذنيتشي يلعب هاي اللعبة. مرة نزلت على ماينكرافت امير، راح اخليها بنهاية الفيديو امير، باتل جراوند باسلوب ماينكرافت امير موجودة، او هاي اللعبة هاي راح تلقون رابط مالتها بالوصف. واحتمال اوه صوت طلقات، ذاك واحد ذاك، واحتمال لعبة ما شادو حلوة همين، يعني تشبه شادو فايت. هم راح انزل عليها ورا هذا الفيديو ان شاء الله همين. طال هناك واحد، وين اختفى؟ تطا تطا، الاصوات حلوة مال الطلقات، اصوات الطلقات حلوة، سمعوا تحس طلقات بعيدة من بعيد، حرب او عرس فتشي، يعني تحس عرس اكو بعيد. حاليا 6 اشخاص عايشين هو حاليا. هذا الماب هم يعني يمكن الوحيد اللي باللعبة، ما ادري، فشوي شوي تتطور هم يعني يضيفولها. طبعا بها هواية ادوات، بها طاقة، بها قناص، بها خوذ، مدري شنو، هواي شغلات تلقيها. ها شنو هاي؟ نفس السلاح اللي عندي. بقوا 2 عايشين كلهم دا يموتون. طبعا هسه نطلع اراويكم مين نغير الاسم همين. هذاك واحد، هذاك واحد شفته لقفتك منه، ماك واحد. لا القناص خطير باللعبة، بس بيقتل من أول طلقة، إذا بالرأس يقتل. هذا واحد، تعال يا حلو، اطلع يا حلو. هاي وينه؟ وين راح؟ هذاك هو، شنو هذا؟ جومب، عندك الجومب همين، وين راح هذا؟ أوه شال القناص، حكت له بالشتقان، بالشتقان يا قريب. وين راح؟
هاي طاقة. هذاك هو طلعوا الاثنين. لا 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 طبعا اكو ضارب بالنت لا يخربط. اكو واحد ضربني من هناك، اكو واحد ضربني من هناك. عندي طاقة، جيب الرشاشة حبيب. لك طاقة. لا قتلته قتلته، كيل قتلته والله. درعة قناصة قناصة، جيب القناص. لكم على العراق ضدكم. وين القناص؟ لا مش عليه، مش على القناص. بقوا اثنين احنا يعني دوب ماب، بس ما مبين وين. اطلع 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 من الباب، اطلع. القناص ما اعرف ليش ما اخذته. خلني ارمي خنصيحة. وينك؟ حياتين هذا القناص. سنايبر هير، سنايبر هير. هذا القناص نفس باست بس حلو شوي. الألوان في طين، إن هي لعبة صغيرة، نسخة صغيرة. هذا هو. أيوة ما يدري وين حبيب. ما مات. بقى القناص فيط شوية شوية فيط، بس إذا بالرأس يموت بضربة واحدة. ما يدرون هنا، ما يدرون وين، ما يدرون وين. موت موت موت. الدرع مالته راح. لا خلي لحقي. حقل الطاقة موجود باللعبة؟ لا ليش ما شفته بالبداية؟ موجود يا بالقناص. شافني واخيرا شافني. يا انا يا انتو لك خشنو. لا خربطة بالنت طبعا، حيقتلني حرامات. تعال تعال تقدر تعال. شو تقول؟ لا يو كيلد باي يين يرين يرين يرين. ما ادري شنو يو بلايز تو ثاني. يعني حلوه اللعبه، حلوه شباب. من الضبط البلايرز. ما غيرت اسم، مش عجب. ما غيرت الاسم من هذا الاسم يتغير، هذا الاسم من هنا يتغير. طبعا انا غيرت اول مره بس ما اعرف يمكن ما حفظ. نرجع مره الاخرى يحفظ حرامات. المهم ها هي اللعبة شباب، نسخة صغيرة من لعبة باتل جراوند على جهاز الاندرويد، واذا موجود على اي او اس راح تلقون الرابط بالوصف. كان معكم علي العراقي، ونشوفكم في حلقات ثانية، والسلام عليكم.